50 جنيه بس؟ خسارة. كان نفسي اجيب البنطلون الجينز الاخضر. انا كمان رحت زنقت نفسي في اقساط عربية ملهاش اي لازمة. مجنون يا ابني، حد يجيب عربية بالقسط؟ اسوأ حاجة القسط ده. نعمل ايه طيب؟ انت اخبار فدوى بنتك ايه؟ الحمد لله تمام زي الفل. الحمد لله. انت اللي بتذاكر لها ولا بتجيب حد يذاكر لها؟ لا انا طبعا بذاكر لها، ليها حد في الدنيا كلها غيري؟ والله جدع، برافو عليك. انا مراتي جايبه للبيت مدرسه خصوصيه. اسوأ حاجه في الدنيا حكايه الدروس الخصوصيه دي. ما هي امها ما بتعرفش انجليزي وانا ما بعرفش انجليزي والبنت ما بتعرفش انجليزي، قلنا نجيب واحده تساعدها في الهوم ورك عشان تحل معاها الواجب. كويس. وبعدين اهو جابت ملحق. ملحق؟ ملحق ايه اللي في كي جي 1 ده؟ مالناش عرفني بقى، يمكن ساقطه في الزحليق. انا مالي؟ يمكن من المناهج اصلها اتغيرت اليومين دول. لا لا بس حاول بلاش حكايه دروس خصوصيه دي. الو؟ ايوه يا فندم. انا ايه؟ خير يا استاذه؟ فدوى بنتي مالها؟ ايه اللي حصل؟ ما تخافش يا استاذ رؤوف، البنت كويسه، قدر ولطف. ايوه بس انت كلمتوني في التليفون قلقتوني جدا، ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا سيدي، وليه امر هنا جت المدرسه بعربيتها وفدوى ظهرت قدامها فجاه، يا دوب العربيه لمستها البنت وقعت على جنبها بس. ايوه طب حصل لها حاجه؟ في حد كشف عليها؟ البنت كويسه ما فيهاش اي حاجه، بس احنا بعتنا لك عشان تيجي تاخدها. انا هاخدها واديها للدكتور حالا. مفيش داعي، حكمت المدرسه شافتها وقالت البنت كويسه. روحي يا دادا هاتي كوبايه ليمون للاستاذ رؤوف وهاتي فدوى عشان ياخدها بابا. حاضر يا استاذ. انا هروح اخدها بنفسي بعد اذنك. معلش يا استاذ، انا اسفه جدا والله، انا دخلت بعربيتي كده فهي كانت بتجري قدامي فاتخبطت وقعت، بس هي الحمد لله كويسه. انا اسفه جدا، بكرر اسفي. معلش حصل خير، بس خدي بالك بعد كده بعد اذنك ارجوك. حاضر. سلامتك حبيبتي. لا سلم. قلت لك 100 مره يا فدوى، قلت لك 100 مره خلي بالك وانت واقفه في الحوش، العربيات الزفت دي ممكن تخبطك، وهو حصل. يا بابا انت مش فاهم، انت قلقان ليه؟ ده ايه خبطه صغيره هنا يعني؟ مفيش حاجه. مفيش حاجه وجعاك يعني؟ لا او الحمد لله. انت جيت ليه؟ هو اللي جيت لي، المدرسه كلمتني قالوا لي ان انت اتخبطتي، لازم اجي عشان اطمن عليكي طبعا. طب انت مين اللي كلمتك؟ ده فتحيه ولا ده منال؟ انا عارف بقى مين اللي كلمني، فتحيه ولا منال. اللي كلمني كلمني. يلا بينا عشان نلحق نروح نتغدى. يلا. طب مش كنت تقولي بقى انك جاي؟ كنت عارفك على كل اصحابي. المره الجايه ان شاء الله ابقى اتعرف على اصحابك كلهم. اتفضلي. قلت لك 100 مره خلي بالك. يو يا بابا، ما قلت لك مفيش حاجه.